والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. بعد ما ربما حكينا في سيريز من الجافا سكريبت سترينجز، تعامل جافا سكريبت مع النصوص أو أجزاء منها يعني في الميثودز وكذا، راح نبدأ السيريز اللي جاي ده بالجافا سكريبت نمبرز. وقبل ما ندخل في الميثودز بتاعت النمبرز وبعدين الماث وكده، راح ندي بس نظرة بسيطة عن جافا سكريبت ايه مع الارقام. اولا ما بيقول لك الجافا سكريبت has only one type of numbers، جافا سكريبت بتتعامل مع نوع واحد بس من انواع البيانات، بعكس مثلا لو اتكلمت عن حاجة زي visual basic انت كنت بتتعامل مع different types of numbers ده، وكنت لازم تعمل defining للنمبر تايب. يعني مرة مثلا على حسب استخدامك، يعني يقول لك مرة define variable x على انه integer، مرة define variable على انه double، مرة define variable على انه مش عارف long integer ولا short integer. الكلام ده مش موجود في جافا سكريبت. جافا سكريبت just بس انت define number وهي بتتعامل مع الباقي. جافا سكريبت بتقبل ارقام سواء كان فيها decimals او يعني فيها كسر عشري او ما فيهاش، ما في مشكلة، الاثنين راح يظهروا. الجانب الثاني موضوع ال الساينتفك نوتيشن، موضوع حرف الاي ده معناها ان ده بيدل على انه في 10 اس الرقم، يعني مثلا 1 2 3 اي 5 ده معناه 1 2 3 في 10 اس 5، ده فالرقم ده اتبعد منه في ايه؟ في 5 اصفار، سواء كان ده بقيم موجب او لو كانت بقيم سالبه في 10 اس سالب 5. جافا سكريبت سبورتد الكلام ده. تشوف الكور الكونسبت الاساس الرئيسي او الستاندرد اللي بتشغل عليه جافا سكريبت يا جماعه انها 4 و6 فلوتنج بوينت، وده يعتبر يعني خلينا نقول عنصر قوه. ولو عايز تراجع يعني ايه 64 بت فلوتنج بوينت، راجع المعيار اي تريبل اي 7 5 4، ده ستاندرد بيحاول يوضح لك فيه ان 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 هي عباره عن 3 اجزاء، جزء خاص بالمنتسة وده عباره عن 52 بت، وجزء خاص بالاكسبوننت وده عباره عن 11 بت، وجزء خاص بالعلامه العشائيه وده عباره عن بت واحد، وكل كده يعني بيقسمها لك. فده الكور اللي شغال عليه جافا سكريبت. موضوع التجريب يا جماعه، جافا سكريبت من غير ما يكون في بريود اور اكسبيرمنتيشن، لو ما فيش علامه عشائيه او لو ما فيش حرف الاي للاس، هي بتعمل اكوريت يعني بتجرب لغايه 15 ديجيت. يعني انت معاك لغايه 15 9، حطيت 16 حطيت 9 تاني هيروح يخلي لك الرقم ده بالشكل ده، هيجربه لك هيجربه لك الاقرب رقم اللي هو ايه، هيصفر لك الباقي ويخلي لك الرقم ده ايه 1. الجانب الثاني كان خاص بالماكسيمم فلوتنج ماكسيمم نمبر اوف ديسيمالز. جافا سكريبت اخرها كام في العلامات العشريه؟ اخرها يا جماعه لغايه 17 نمبر. والفلوتنج ارثمتيك يعني مش دايما بيكون صحيح، يعني لما انت بتيجي بتجمع ارقام فيها ديسيمالز او فلوتنج نمبرز الكلام مش بيكون صحيح بالدقه، اكوريتلي مش 100% دقيق يعني. فبس انت لو جمعت 2 من 10 و1 من 10 جربها كده هيدي لك لغايه 17 ديجيت، وبره 17 هيوقف خلاص، مش هيجمع ارقام تاني. فعشان بيحل الكلام ده بيقول لك بيقسمها على الاساس 10 عشان تطلع لك الناتج الجميل ده. ده كده بنظرة عامة أو نظرة بسيطة عن جافا سكريبت نمبرز. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.